يا مساء الفل واهلا بكم في ريفيو جديد من عالم السيارات. انا عمر عبد المقصود وموجود النهارده في شركه النيل للتجاره والهندسه، واحده من شركات الفطيم، وكيل علامه هوندا في السوق المصري. النهارده احنا جايين نتعرف على فئه جديده تم طرحها في السوق المصري من العربيه الاس يو في، اللي على عهده شركه هوندا بتقول ان هي الاكثر مبيعا في العالم، لكن اللي نقدر نجزم بيه ان هي الاكثر مبيعا في الولايات المتحده الامريكيه، سي ار في. العربيه تم طرحها في السوق المصري من فتره ونزلت بفئه واحده اللي هي الاي اكس، وكانت نازله باعلى تجهيزات ودي تعتبر اعلى فئه. من ايام قليله نزلت الال اكس اللي قدامنا دلوقتي، ودي الفئه تعتبر الفئه الاولى من العربيه، اتشال منها شويه تجهيزات واتضاف ليها شويه تجهيزات. النهارده في الريفيو بتاعنا هنتعرف على التجهيزات اللي اتشالت او الفرق ما بين الفئه الاولى والفئه الثانيه، وكمان هنتعرف على التجهيزات المضافه في العربيه دي. ناس كتير علقت على سعر العربيه، العربيه الاي اكس او الفئه الاولى اللي معانا النهارده بتنزل بسعر 649,000 جنيه، اما الفئه الثانيه او الفئه الاعلى في التجهيزات بتنزل بسعر 763,000 جنيه، بنتكلم في فرق 114,000 جنيه. فيا ترى ال 114,000 جنيه دول راحوا فين؟ ده اللي هنتكلم عليه في الريفيو بتاعنا، خليكم معانا. بالنسبه لابعاد العربيه فبتيجي كالاتي: طول العربيه حوالي 4 متر 63 سنتي، عرض العربيه حوالي 1 متر 85 سنتي لو المرايات مقفوله، اما لو المرايات الجانبيه كانت مفتوحه فبيبقى عرض العربيه 2 متر و11 سنتي، ارتفاع العربيه الكلي حوالي 1 متر 67 سنتي، وطول قاعده العجلات حوالي 2 متر 66 سنتي. الارتفاع عن الارض او الخلوص الارضي بيبقى حوالي 20 سنتيمتر. لو جينا نتكلم على مقدمة الفئة الأولى اللي هي الـ X من السي ار في، فهنلاقي فرق بسيط وصغير خالص ما بينها وما بين الفئة التانية هنتكلم عليه دلوقتي، لكن خلونا ناخد مقدمة العربية كده من فوق لتحت. لو ابتدينا من هنا هنلاقي حلية من الكروم موجودة في أول الاكسدام من هنا ومكمل معانا لحد تحت الفوانيس الأمامية. الفوانيس الأمامية بتيجي بإضاءة هالوجين، وده أول فرق ما بينها وما بين الفئة التانية. الفئة التانية بتيجي LED، أما الفوانيس الأمامية هنا بتيجي هالوجين. الفوانيس الأمامية والفوانيس الخلفية وفوانيس الشبورة الأمامية وفوانيس الشبورة الخلفية كمان بتيجي بإضاءة هالوجين، المنظومة بالكامل بتيجي هالوجين، على عكس الفئة التانية بتيجي المنظومة بالكامل LED. هنيجي كمان للشبكة الأمامية الموجودة هنا في المنتصف، هنلاقي علامة هوندا بحجمها الكبير المميز، وهنلاقي فتحات تهوية موجودة هنا، فتحات تهوية حقيقية مش فيك. بعد كده هنيجي الاكسدام، هيجي بنفس لون العربية، وفي اكستنشن تحت منه باللون الأسود لحماية العربية وبيجي من البلاستيك. بعد كده هننزل تحت هنلاقي الديفيوزر، الديفيوزر فيه حلية من الكروم، بيبتدي بحلية من الكروم موجودة هنا وبتلف حوالين الفوج لايت اللي زي ما قلت بتيجي هنا مدورة، في الفئة التانية بتيجي مستطيلة، وبتيجي كمان الإضاءة بتاعتها هالوجين مش LED زي الفئة التانية. بعد كده بتيجي عندنا هنا فتحات التهوية وبتبقى حقيقية كمان مش فيك، وفي اكستنشن بلاستيك موجود تحت العربية من هنا، ومكمل معانا لحد تصفيح الموتور. الموتور مصفح بالكامل لحد تقريبا منتصف العربية، في تصفيح كامل مفيش أي حاجة باينة من الموتور أو العفشة السفلية الموجودة أسفل العربية، فمفيش أي حاجة موجودة باينة من العربية. الموتور في سي ار في هو هو نفس الموتور المستخدم في الفئتين، وبالمناسبه هو هو نفس الموتور المستخدم في هوندا اكورد 1500 سي سي تربو بتكنولوجي الايرث دريمز اليابانيه المعروفه، واللي مخليه الموتور ده واحد من افضل المواتير على مستوى العالم. لكن في فرق ما بين الموتور ده في الاكورد والموتور ده في السي ار في. الموتور ده في الاكورد بيدي 198 حصان، في حين ان هو هنا في السي ار في بيدي 188 حصان، فرق 10 احصنه، وده طبعا ناتج عن فرق الوزن ما بين العربيتين، طبعا السي ار في اتقل بكتير. خلونا بقى نركن الاكرد على جنب ونتكلم على السي ار في. في فرق في الوزن كمان ما بين الفئه الاولى اللي هي ال اكس اللي معانا النهارده وما بين الفئه الثانيه اللي هي الاي اكس، الفرق ده حوالي 90 كيلو جرام تقريبا. الفئه الاولى هنا بتيجي وزن 1500 كيلو جرام او 1502 بالظبط، في حين ان الفئه الثانيه بتيجي 1592 كيلو جرام. زي ما قلت فرق حوالي 90 كيلو جرام، وده ناتج عن منظومه الدفع المستخدمه في الفئه الاولى والفئه الثانيه. الفئه الاولى منظومه الدفع فيها بتيجي تو ويل درايف او منظومه دفع اماميه، اما الفئه الثانيه فبتيجي منظومه الدفع فيها اول ويل درايف او منظومه دفع كلي.
طب نبقى نتكلم على خصائص الموتور بشكل مفصل. زي ما قلت بيدي 188 حصان عند 5600 لفة، عزم الدوران بيبقى حوالي 240 نيوتن متر عند أو ما بين الـ 2000 والـ 5000 لفة. معدل استهلاك البنزين قياسي جدا وظريف جدا، بتستهلك حوالي 14.5 لتر في كل كيلو متر بتمشي، يعني بمعدل تقريبا 6.8 لتر لكل 100 كيلو متر بتمشيهم العربية، وده طبعا ناتج لأنه في منظومة توفير للبنزين جميلة جدا اسمها إيكو، وموجود ليها زرار موجود في الكونسول الأمامي ممكن تفعل بيها منظومة التوفير. زي ما قلت في المجمل منظومة الموتور يعني من أفضل المواتير الموجودة في العالم وأكثرها توفيرا للبنزين وأقل انبعاثات للكربون وصديق جدا للبيئة. قبل ما نتكلم على جنب العربية خلوني أكلمكم شوية على الريموت بتاع العربية. الريموت فيه شوية أوبشنز كده ظريفة، أول أوبشن فيهم إن أنا ممكن أدخل العربية لو الريموت في جيبي من غير محتاج للمفتاح التقليدي. المفتاح التقليدي الموجود في الريموت ليه لوك ظريف هنا كده، بدوس على اللوك وبفتح بيخرج معايا بالشكل ده، شكله ظريف جدا وحركة لطيفة قوي في العربية. الريموت كمان بيسمح لي إن أنا أدور الموتور من خلاله، يعني ممكن دوسة كده إن أنا أقفل، الدوسة التانية، وبعد كده زرار الهولد ده لو دوست عليه فترة طويلة شوية بيشغل الموتور بالشكل ده. كده انا شغلت موتور العربيه من خلال الريموت كنترول. ممكن برضو من خلال الموتور او من خلال الريموت كنترول بقفل الموتور لو انا دوست على زرار نفسه هولد لفتره طويله كده بيقفل موتور العربيه. نبدا بقى في الجزء الخاص بيه جنب العربيه، نبتدي بالجنط. الجنط في الفئه الاولى بينزل 17 بوصه وبالشكل اللي احنا شايفينه ده الشكل الرياضي، اما الفئه الثانيه بينزل الجنط 18 بوصه، فرق بوصه ما بين الفئه الاولى والثانيه، وبينزل بشكل مختلف شويه رياضي اكتر، لكن بتنزل بجنط برده 18 بوصه وهنا 17 بوصه. زي ما قلت في حليه من البلاستيك موجوده اسفل الرفرف الجانبي الموجود هنا لحمايه الرفرف ولحمايه كمان الكاوتش، وفي نفس الوقت بتكمل معانا الحليه دي من هنا كده وبتكمل لحد اسفل العربيه او عتب العربيه اسفل الابواب، ودي حته كويسه قوي في العربيه. كل ده بلاستيك لحمايه العربيه او بطن العربيه من تحت، لا قدر الله خبطه او حاجه بيبقى سهل تغييره وما بيضرش الصاج بتاع العربيه، وبيجي كمان معاه حليه من الكروم هنا بتدي منظر ظريف للعربيه. نلاحظ كمان في كسره كده في الباب موجوده هنا ماشيه مع المقابض بتاعه الابواب اللي بتيجي بنفس لون العربيه ومكمله معانا لحد الرفرف الجانبي الامامي والرفرف الجانبي الخلفي كمان بتكمل معانا لحد الاخر وبتدي منظر رياضي للعربيه. بالنسبه للمرايات فالمرايات في الفئه الاولى بتيجي قابله للتعديل كهربائيا من جوه العربيه، لكن الضم بتاعها بيجي مانوال بالشكل ده حتى ملهاش زرار جوه العربيه، اما في الفئه الثانيه بتيجي ضم وتعديل كهربائي واوتوماتيكي كمان، وطبعا في اشارات ال اي دي موجوده هنا جوه المرايات، ودي حاجه الوحيده ال اي دي الموجوده في العربيه. هنيجي على الازاز الجانبي الامامي والخلفي، هنلاقي فريم موجود حوالين الازاز الجانبي الامامي والخلفي، فريم من الكروم وده موجود برده في الفئتين وبيدي منظر ظريف جدا، لكن الفواصل اللي ما بين الازازين بتبقى من البلاستيك الاسود. عايز اقول لكم على حاجه بقى جميله جدا في تانك البنزين. تانك البنزين لو فتحناه هنلاقي جواه مكتوب 91، يستخدم بنزين 91 خالي من الرصاص، وده بيدينا مؤشر ان موتور الهوندا سي ار في موتور قوي جدا وعنده استعداد ان هو يتقبل حتى بنزين بتاعنا طبعا هنا في مصر 92 او 95، فممكن حتى نستخدم ال 92 في الموتور عادي جدا مش هيواجهك اي مشكله. بعد كده هنلاحظ برضو في الجنب هنا في الاخر بنلاحظ وجود الفوانيس الخلفيه الموجودة هنا، منظومة الفوانيس بتدخل واخدة جزء بسيط من الرفرف الجانبي الخلفي. هنطلع بقى دلوقتي ورا ونتكلم على المنظومة الخلفية او العربية من ورا شكلها عامل ازاي. وصلنا للجزء الخلفي من سي ار في الفئة الاولى الال اكس. خلونا نبتدي من فوق كده، هنلاحظ وجود الانتنة بتاعت زعنفة القرش، دي موجودة في الفئتين الاولى والتانية، وكمان معانا السبويلر الخلفي موجود هنا وموجود جواه اشارات الستوب اللي بتشتغل مع الفرامل. بعد كده الازاز الخلفي بيجي عادي مش فامي وبيجي جواه سخانات في حالة الشبورة او الضباب ممكن اشغلها من خلال منظومة التكييف الموجودة جواه العربية. نزلنا تحت شوية هنلاحظ حلية من الكروم موجودة اسفل الازاز الخلفي للعربية مكملة معانا من الفانوس اليمين للفانوس الشمال ورا العربية، وطبعا في النص موجود علامة
هوندا الكبيره بالشكل ده. لو جينا نتكلم على الفوانيس، انا اتكلمت في اول الريفيو قلت ان الفوانيس او منظومه الاضاءه بالكامل في الفئه الاولى هنا بتيجي هالوجين، فالفوانيس الخلفيه كمان بتيجي هالوجين وبتيجي فومي، وده موجود في الفئه الاولى والثانيه بالمناسبه بتيجي معتمه شويه. هنلاحظ زي ما قلت الفوانيس بتيجي بطول الشنطه بالشكل ده ومقسومه نصين من هنا، نص بيبقى جوه الشنطه والنص الثاني بيبقى مكمل على الرفرف الخلفي الجانبي زي ما قلت في جنب العربيه، وطبعا الاضاءه زي ما قلت بتيجي هالوجين. لو نزلت تحت شويه فهنلاحظ هنا وجود الكاميرا الخلفيه الموجوده في الفئتين. طبعا الكاميرا الخلفيه هنا متوصله بشاشه 5 بوصه، اما في الفئه الثانيه بتبقى الشاشه 8 بوصه، هنتكلم عن الشاشه دي لما ندخل جوه العربيه. لو نزلنا تحت شويه هنلاحظ الاكسدام اللي بيجي بلون اسود من البلاستيك، ودي حاجه ظريفه في الموضوع لانه طبعا بيستحمل الصدمات، بيبقى مرن شويه فبيستحمل الصدمات وبيبقى سهل تغييره لا قدر الله لو حصل اي خبطه او مشكله. الديفيوزر بيجي برده باللون الاسود ومكمل معانا لاسفل العربيه الديفيوزر الخلفي، وفي هنا حليه كده موجوده لونها رصاصي غامق بلميع بس مش كروم، يعني برده بلاستيك. موجود هنا كمان العواكس الضوئيه موجوده على يمين وشمال الاكسدام الخلفي. تعالوا بقى ندخل نشوف الشنطه. الشنطه بتفتح بشكل عادي خالص تقليدي، مفيش فيه اي فكره. طبعا في الفئه الثانيه الشنطه فيها فيرتشوال بادل او جزء السنسور الخلفي اللي هو بتعمل كده برجلك فبتفتح الشنطه، هنا الكلام ده مش موجود، لكن عندنا مساعدين اثنين ودي حاجه كويسه جدا بيساعدك في فتح الشنطه بشكل سهل. مساحه الشنطه بدون طي الكراسي الخلفيه 1100 لتر، ودي تعتبر اكبر مساحه شنطه موجوده في فئه الميد اس يو في او الاس يو في متوسطه الحجم. 1100 لتر لو ما فتحتش الكنبه الخلفيه، ولو فتحنا الكنبه الخلفيه اللي بتتفتح بالمناسبه 40 60 بتوصل مساحه الشنطه ل 2200 لتر، مساحه عملاقه جدا للشنطه. طبعا في دراعات هنا ممكن استخدمها بدوس عليها كده فبيفتح معايا الكراسي اوتوماتيك، مش بحتاج ان انا افتحهم بنفسي. وكمان في كفر موجود هنا جوه الشنطه علشان اغطي بيه الامتعه بتاعتي لو عندي حاجات عايز اغطيها. هنبص بقى بصه تفصيليه كده على الكنبه بقى الخلفيه وكمان جوه العربيه. وصلنا للكنبه الخلفيه في سي ار في الفئه الاولى. خليني اقول لكم على ملحوظه مهمه في الكنبه هنا. المسافات او المساحات جوه العربيه قمه في يعني الاستغلال والروعه الحقيقه، يعني مفيش مساحه مهدره او مفيش مساحه مش متاخده او مفيش حاجه هتحسسك ان انت متضايق جوه العربيه. يعني خليني مثلا ابتدي بالليج روم، انا مرجع الكرسي ده للاخر خالص، فانا عندي هنا مسافه بتاع مثلا 10 او 15 سنتي كمان للركبه، كمان ارتفاع الكرسي عن ارضيه العربيه الارتفاع ظريف جدا، يعني بيديك مساحه انك تحرك رجليك من تحت بشكل لطيف قوي. كمان عندك الجزء بتاع النفق الفتيس، مفيش نفق فتيس موجود فبالتالي بيدي مساحه مريحه جدا للراكب اللي هيركب في المنتصف. وزي ما قلت واحنا بنتكلم في الشنطه انه الكراسي هنا ممكن طيها 40 60 من خلال مقبض موجود هنا بالشكل ده كده، ممكن افتح الكنبه او في مقبض كمان موجود جوه الشنطه. بالنسبه للفرش فبيجي قماش وبس، قماش الماتيريال بتاعته قويه جدا ونظيفه جدا، ما يبانش عليه انه قماش، يعني انا بالنسبه لي احسن من الجلد الحقيقه لانه يعني ماتيريال نظيف قوي. طبعا في مسند ايد موجود هنا مع كاب هولدر، اثنين كاب هولدر موجودين في المسند هنا ودي حاجه كويسه برده، نفس الخامه بتاعت القماش خامته كويسه جدا، مع طبعا الكاب هولدر بيجوا بلاستيك. في احزمه امان، في حزام امان موجود من السقف بينزل من السقف بتاع الشنطه، وفي حزام امان موجود كمان جانبي هنا، ففي اثنين احزمه امان بالاضافه طبعا لاماكن تثبيت مقاعد الاطفال اللي هي الايزوفيكس، موجود عندنا 4 1 2 3 4 موجودين على الكنبه اللي هنا. الهيد روم كمان ظريف جدا، يعني انا قاعد اهوت، انتوا عارفين طبعا طولي 178 في الحدود دي، فانا قاعد كده مرتاح جدا. حتى الديزاين بتاع الكنبه كمان ديزاين شيك قوي ومريح، يعني تحسه ماسكك كده وانت مرتاح. بالنسبه للماتيريال بتاعت الباب، فالماتيريال المستخدمه بلاستيك لكن بلاستيك ظريف، بلاستيك قوي
وتقفيله كمان قوي. فيه هنا كمان جزء بلاستيك بس بلاستيك لونه رصاصي، انا اول مره اشوف النقشه دي صراحه، نقشته ظريفه جدا. مع الجزء ده كمان بيجي بلاستيك، الجزء تقريبا الباب كله بيجي بلاستيك ما عدا المقبض اللي هنا بيجي من القماش، لكن بلاستيك خامات متعدده وتقفيل محترم جدا وشكل نظيف قوي، فمدي منظر الجلد للعربيه لكنه يعني محترم جدا. طبعا في مساحه تخزين صغيره هنا، وفي هنا كمان سماعات في الابواب. الساوند سيستم هنا متوصل باربع سماعات، في الفئه الثانيه متوصل بثمان سماعات، هنتكلم عن الساوند سيستم لما نطلع قدام. يلا بينا. وصلنا للمقصوره الداخليه للسي ار في ال اكس او الفئه الاولى. خلونا نبتدي. طيب نبتدي بايه؟ نبتدي بعوامل السلامه والامان. خلونا نبتدي بعوامل السلامه والامان اللي هي موجوده في منها حاجات موجوده في الفئتين، اللي هو زي مثلا الاي بي اس او فرامل منع الانغلاق، الاي بي دي اللي هو توزيع الفرامل الالكتروني، موجود الهيل اسيست اللي هو بيساعد العربيه في الصعود، كمان موجود التوازن الالكتروني للعربيه، وكمان موجود التوازن الالكتروني للعربيه عند المنحنيات، ده كمان موجود. وفي عوامل سلامه وامان كتير قوي، يعني لو قعدنا نتكلم فيها كتير هنلاقيها. طبعا البريشر تاير بريشر مونيتورنج الموجود برضو، او نظام مراقبه الاطارات موجود في الفئتين. الوسائد الهوائيه احد الاختلافات الموجوده ما بين الفئتين في عوامل السلامه والامان. احنا عندنا هنا في الفئه الاولى بتيجي اثنين وسائد هوائيه، واحده للراكب الامامي والثانيه للسائق. اما في الفئه الثانيه فبتيجي سته اير باك، طبعا اثنين اماميين واثنين جانبيين واثنين ستائريين. دي كده عوامل السلامه والامان. خلونا نتكلم على شويه تجهيزات موجوده. هنلاحظ اختلاف في شكل العداد ما بين الفئه الاولى والثانيه، لكن بيجي ديجيتال مش بالكامل، يعني خلينا نقول في كمبيوتر موجود جوه في المنتصف واخد شكل نص دايره كده، شكله ظريف. مع عداد الار بي ام بيجي انالوج او عداد عادي. على اليمين بيجي عداد البنزين او مؤشر البنزين بيجي الكتروني برده او ديجيتال، وعداد الحراره كمان بيجي ديجيتال وشكلهم شيك جدا. وطبعا في النص عداد السرعه اللي بيجي ديجيتال برده بيجي ارقام مش عقارب او مش انالوج. يعني عجله القياده او الدركسيون بتيجي بلاستيك بس ماتيريال ظريف جدا، البلاستيك كله طبعا العربيه كلها بلاستيك لكن بلاستيك سوفت شويه فظريف جدا، ماتيريال قويه جدا مديه احساس الجلد في العربيه، لكن هو بلاستيك شيك قوي ونظيف. عجله القياده زي ما قلت بتيجي بلاستيك في الفئتين. في الفئه الثانيه بيبقى في هنا الشيفت بادل الموجوده هنا، ودي بتبقى لنقل النقل ما بين النقلات وبعضها، لكن هنا مفيش شيفت بادل موجوده. في هنا كروس كنترول موجود في الفئه الاولى والفئه الثانيه اللي هو مثبت ومحدد السرعه، وفي هنا كمان الجزء الخاص بالبلوتوث او الترفيه اللي طبعا اتحكم فيه طبعا فتح وقفل المكالمه والصوت وخلافه. ده ياخدنا على نظام الترفيه. نظام الترفيه في سي ار في بيبقى فيه شاشه، بس الشاشه هنا مش تاتش، الشاشه هنا بتيجي زراير وبتيجي 5 بوصه على عكس الفئه الثانيه اللي بتيجي 8 بوصه، وما فيهاش ابل كار بلاي وما فيهاش اندرويد اوتو للاسف في الفئه الاولى. اما في الفئه الثانيه فبيكون فيها ابل كار بلاي واندرويد اوتو، وهنا بيجي حجمها 5 بوصه في حين ان هي في الفئه الثانيه بتيجي 8 بوصه، لكن بتيجي معاها زراير، والزراير بتاعتها بتبقى ظريفه جدا. وكمان الريزوليوشن بتاع، يعني لو جينا نجيب ريفرس للكاميرا، الريزوليوشن بتاع الكاميرا بتيجي الوان والوان ظريفه جدا، وطبعا بتيجي وايد يعني عريضه، فبتجيب لك مساحه كبيره جدا ورا العربيه، مش يعني برغم ان الشاشه صغيره الا انه المساحه كمان بتبقى ظريفه قوي، ودي حاجه حلوه. كمان من ضمن الفروق الموجوده ما بين الفئه الاولى والثانيه فتحه السقف، هنا مفيش فتحه سقف، في الفئه الثانيه هتلاقوا فتحه سقف. في كمان هنا جزء خاص بالنضاره او جراب للنضاره، ده موجود برده في الفئتين مع الاضاءه الموجوده هنا، وفي كمان اضاءه خلفيه موجوده في السقف. عندنا كمان فرامل الايد الالكترونيه، ودي موجوده في الفئتين. كمان عندنا البريك هولد او الهولد اسيست موجود هنا برده، ده موجود في الفئتين مع زرار خاص بتفعيل نظام الايكون الخاص بالاقتصاد بالوقود، في حاله ان انت كنت ماشي جوه المدينه وحابب ان انت يعني ما تستهلكش بنزين كتير. الفتيس بيجي جلد، المقبض بتاعه جلد وبيجي حاره واحده ومرتفع كمان عن الكونسول الوسطي، وده شكل ظريف جدا ويعني سهل في يعني توصل له بايدك، ودي حاجه ظريفه.
هننزل تحت هنا في الكونسول الوسطي في مساحه تخزين موجوده هنا. مساحه التخزين اللي موجوده هنا دي بتبقى في الفئه الثانيه فيها وايرلس تشارجر. هنا مفيش وايرلس تشارجر، في 2 كاب هولدر موجودين مع مساحه تخزين عميقه جدا موجوده هنا، ومسند الايد اللي بيجي من القماش وبيبقى قابل للتمدد زي ما احنا شايفين كده، بيطلع لقدام او يرجع لورا. ولو فتحته هنا بتيجي مساحه تخزين من دورين موجوده هنا، وبتبقى مساحتها كبيره جدا. لما بتتفتح الدور الاول مع الثاني بيبقى المساحه لطيفه قوي. الماتيريال زي ما قلت المستخدم في العربيه بيبقى يعني جلد، لكن بلاستيك، لكن بلاستيك سوفت فبيبقى ظريف. بالنسبه للمرايه الخلفيه بتيجي في المرحله او في الفئه الثانيه بتيجي اوتودام، لكن هنا بتيجي عاديه مش اوتودام، لكن فيها سيستم اللي هو دي ونايت، يعني هي بتظبط الاضاءه بتاعتها على حسب النهار او الليل على حسب الطريق اللي انت ماشي عليه. وكمان في هنا جزء خاص بالنضاره، جراب للنضاره، ده موجود برضو في الفئتين مع الاضاءه طبعا الموجوده هنا، جزئين، جزء للراكب الامامي وجزء للسائق. بكده نكون خلصنا الكونسول الامامي وعوامل السلامه والامان. بكده نكون وصلنا لنهايه الريفيو بتاعنا لهوندا سي ار في، وتحديدا الفئه الاولى منها اللي بتنزل باسم ال اكس وبسعر 649,000 جنيه، واللي بتنزل كمان دفع امامي على عكس الفئه الثانيه اللي بتنزل دفع كلي. بفكركم دايما في نهاية كل ريفيو ان قرار شراء العربية مش قرار سهل ومش بيتاخد كل يوم، فبالتالي لو قررت تشتري العربية ما تعتمدش بس على الريفيو ده، لازم تنزل وتتفرج على العربية في المعرض بنفسك، تتفرج على التجهيزات اللي في العربية وتتعرف على التجهيزات اللي انت محتاجها تكون في عربيتك الجديدة. بشكركم جدا على متابعتكم، ونتمنى نشوفكم في ريفيوهات جديدة وعربيات جديدة. مع السلامة.